في إطار قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة خاصة فيما يتعلق بإعادة فتح المساجد لإقامة الصلاة ابتداء من 15 أوت، حيث يقف الجميع على تنظيف وتعقيم المساجد التي يزيد قدرة استيعابها 1000 مصلي، كما جاء في بيان الوزارة الأولى. العينة كانت من مسجد عبد الله بن مبارك بمستغانم، حيث تم تحديد أماكن وضع السجادات الشخصية التي تلزم التباعد الجسدي بين المصلين والصفوف، وتعليق لافتات ضرورة وضع الكمامات وتحديد أماكن الدخول والخروج. قضية التحضيرات في المساجد هذه يعني أمر ماهوش سهل، أنك تحضر المسجد أن يكون يعني في 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 المستوى، حتى المصلين يكونوا في المستوى، ينبغي يعني في في فيه أموال تصرف، فيه أموال، هذا الشريط اللاصق والتحضيرات وقضية المضخات على مضخات التعقيم وأدوات التعقيم ويعني جهاز الحرارة، هذه تتطلب أموال. في مساجد الآن تنادي المصلين، خاصة الآن مساجد فارغة من المصلين، لكن لذا أنا أطلب من المحسنين أن يكونوا أن يساعدوا أئمتهم، أن يساعدوا الأئمة في شراء هذه الأجهزة حتى يكون التحضير سهل ويكون الاستقبال في أحسن صورة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الفتح فتحا مبينا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الفتح انطلاقة إلى 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 زوال هذا الوباء، حتى يكون الرجوع رجوعا تاما بأداء الصلوات بالكيفية العادية التي كنا نؤديها، وأن أن يكون هذا الرجوع رجوعا تاما حتى نؤدي صلاة الجمعة أيضا في بيوت الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء، إنه لذلك القادر عليه، والحمد لله رب العالمين. وفي الأخير ندعو المحسنين إلى المساعدة في توفير الأجهزة اللازمة للتعقيم، بالإضافة إلى احترام كافة الإجراءات الوقائية الموصى بها لسلامة الجميع. Thank you.